كتب على حسابه على الفيسبوك: لله ما أعطى ولله ما أخذ، وله الحمد وكل شيء عنده بمقدار. توفي إلى رحمة الله تعالى أخي الأكبر رشدي بن قوسين عادل بعد معاناة مع المرض استمرت 5 سنوات. أسألكم الفاتحة. وده طارق مع والده الفنان الراحل محمد رشدي. ده طارق بعد ما كبر، وهنشوف أسرار غريبة عن محمد رشدي. وأقيم أيضا عزاء زوجة المطرب الراحل محمد رشدي بمسجد أسد ابن الفرات بالدقي، حيث فارقت الحياة ليلة السبت 9/9/2017. دي زوجته الله يرحمها، وهنا محمد رشدي في شبابه كان وسيم جدا، هو ومراته كانت جميلة الله يرحمهم. ونشوف أسرار غريبة عنه ورحلة كفاح. يذكر أن الفنان محمد رشدي كان أحد أهم المطربين الذين قدموا اللون الشعبي، ومن أشهر أغانيه طاير يا هوى، وعلى الرملة، وعدوية، وعرباوي، وكعب الغزال، مغرم صبابة، متى أشوفك، وهيبة، يا عبد الله يا أخويا سماح، يا ليل مجاني الغالي. وتوفي رشدي عام 2005 عن عمر نهى 76 سنة بعد صراع طويل مع المرض. عرف رشدي بوصفه رائدا للأغنية الشعبية ذات المضامين الاجتماعية التي عبرت عن مشاعر البسطاء والحرفيين. وانطلق محمد رشدي سنة 1962 بهذه الموجة الغنائية التي كانت جديدة تماما على الغناء العربي بالموال الشهير أدهم الشرقاوي. ويذكر شهود عن مدى جماهيرية هذا الموال أن الشوارع كانت تبدو شبه خالية في القاهرة وقت إذاعته في الإذاعة عقب صلاة كل جمعة. وارتفعت بسببه مبيعات الترانزستور آنذاك، في وقت كان الإرسال التلفزيوني في مصر لا يزال في البداية، ولم يكن يملك أجهزته سوى قلة محدودة. ويقول رشدي عن ذلك: عندما عملت أدهم الشرقاوي كان أول نجاح لي، ولم يقف أمامي أحد لأنني ذهبت لسوق الكانتو وبحثت عن كل من غنى الموال في مصر، وكانت ملحمة أدهم الشرقاوي 85 موالا مطلوب مني ألحنهم وأغنيهم بشكل درامي لصالح العمل نفسه. وتولى الأبنودي كتابة الأشعار التي نقلت الأغنية إلى أفق جديد، وبدأها بأغنية تحت الشجر يا وهيبة، واعتبرها النقاد والمؤرخون فتحا جديدا في عالم الأغنية التي توجهت إلى البنت البسيطة في الريف المصري، تحرضها على انتزاع حقوقها وخروجها من دائرة الانكسار في التعبير عن الحب والتمسك به في اختياراتها عند الاقتران. وكانت وهيبة بمثابة الصنارة التي التقطت بليغ حمدي نحو هذا اللون من الغناء ليلحن له من كلمات الأبنودي: آه يا ليل يا قمر، والمانجا طابت على الشجر، وبلديات دحمة يا حبيبتي بلديات. ولحن له أغنيات عاطفية شعبية ناجحة لشعراء آخرين مثل مغرم صبايا، وانت مين، وطاير يا هوى. ويقول الأبنودي عن رحلته بصديق عمره: جئت للقاهرة ومن دسوق بمحافظة كفر الشيخ جاء محمد رشدي، كنت أعرفه وهو لا يعرفني، فقد استمعت لصوته وأنا في أبنود وهو يغني قولوا المأذون البلد ويم طرحة معطرة، فشعرت أنه قريب من قلبي جدا، واقترب مني بصوته أكثر وأكثر حينما استمعت إليه وهو يجدو أدهم الشرقاوي، فاخترق بها صدري وصدور الجميع، فكنا نلتف حول الراديو بالعشرات لنستمع له. ويقول عن أغنية تحت الشجر يا وهيبة: أذكر أن الأستاذ الشجاعي لم يبدي ارتياحا لكلماتها وأعادها لي، مؤكدا أن الموسيقار منير مراد وغيره من الملحنين رفضوها لكونهم لم يستوعبوا كلماتها، فاقترحت عليه أن يعطيها للملحن الصعيدي عبد العظيم عبد الحق لأنه مثلي وسيفهم معناها. فاستجاب الشجاعي لطلبي، وبالفعل لحنها عبد العظيم عبد الحق ببراعة،
وأعجب بها شجاعي وسألني: من الذي في رأيك يمكن أن يغنيها؟ فأجبته على الفور قائلا: هو شخص واحد فقط الذي غنى أدهم الشرقاوي. فقال لي شجاعي: ولكن هذا المطرب تعرض لحادث أتوبيس أثناء سفره للسويس لإحياء حفل هناك، حيث انقلب الأتوبيس وماتت في الحادث المطربة نادية فهمي، ولا يستطيع الغناء الآن. فقلت له: الحادثة كما أعرف كسرت ذراعه وساقه، ولكن هل كسرت صوته؟ فقال لي: إذن عليك أن تذهب وتبحث عنه وتحضره طالما أنك مصر عليه. وعلى الفور توجهت لمعهد الموسيقى العربية لأحصل على تليفونه، ولأنني كنت شخصا مجهولا أذاقوني الأمرين ورفضوا إعطائي رقم هاتفه، وأمام إصراري طلبوه لي هو هاتفيا. ويقول عن أول انطباع لروجي عند اتصاله به: شعر بملل شديد وعدم ارتياح ورفض إعطائي هاتفه، وبعد إلحاح شديد مني أعطاني موعدا في مقهى التجارة الشهير بتجمع المطربين والموسيقيين في شارع محمد علي. حينما ذهبت إليه وجدته يعاملني بتعال وأسلوب ضايقني جدا. لقد كان جسدي نحيلا جدا وملابسي كانت متواضعة للغاية، أي أن منظري ككل يوحي لمن يراني بأنني إنسان معدم. فشعر هو أنني دخيل على الشعر وأسعى لفرض نفسي عليه، فما أكثر ما كان يلتقي بهم بهذا الشكل. وحينما شعرت بهذا التجاهل منه وعدم إبداء أي رغبة لديه في الاستماع لي، قلت له بحدة إنني قادم له من عند الأستاذ الشجاعي، وكان معروفا بلقب بعبع الإذاعة. فاعتدل في جلسته وأجلسني واستمع لي وطار فرحا بالكلمات. وأذكر أنني قضيت هذه الليلة معه، حدثته عن نفسي ومعاناتي ولماذا أعجبت به، وطلبت منه الهروب من لقب مطرب الأفراح الذي كان مشهورا به. ودون أن نشعر صارت بيننا صداقة، واستمع للحن عبد العظيم عبد الحق وأعجب به بشدة. وهكذا بدأنا مشوارنا سويا، حيث حققت الأغنية نجاحا مدويا وأصبح اسمانا على كل لسان. ووجدتني فجأة مؤلف أشهر أغنية في مصر كلها. ثم تعرفت على الموسيقار الكبير بليغ حمدي في مكتب الشجاعي أيضا، وقدمنا سويا مجموعة أغنيات لرشدي من تأليفي وألحان بليغ حمدي، أذكر منها بلديات ووسع للنور وبيتنا الصغير. ثم تم اعتقالي بسبب الأشعار السياسية التي كتبتها، واعترضت فيها على أشياء عديدة وهاجمت بعض رجال الثورة. وبعد الإفراج عني وجدت الجميع يهربون مني ويتهربون من لقائي خوفا على أنفسهم، ولم أجد سوى محمد رشدي وعبد الحليم حافظ بجانبي. ويقول عن أغنية عدوية: هذه الأغنية لها حكاية طريفة للغاية، حيث رأيت فتاة تعمل خادمة في منزل الفنان عبد العظيم عبد الحق، وكانت صغيرة وعندها ضفائر جميلة. فسألتها عن اسمها فقالت: عدوية. وهذه الفتاة هي التي أوحت لي بفكرة أغنية عدوية، فكتبتها ثم أعطيتها لعبد العظيم عبد الحق ليلحنها. وبعد فترة وجدته يرسل لي، فذهبت لأجده يعيد لي نص الأغنية دون أن يلحنه. وعندما سألته أجابني قائلا: أنت تقول إن عدوية أهي ضحكتها نهار وإنها شمس وأسرار، وبصراحة كلما حاولت تلحين الكلمات وتدخل علي عدوية الحقيقية أصطدم بها فيضيع الخيال الموسيقي. فأخذت منه الكلمات وأعطيتها لبليغ حمدي الذي طار بها فرحا، وحصلت على أجر 15 جنيه دفعة واحدة من محمد رشدي عنها، وكان أجرا ضخما جدا، فكانت أجورنا لا تتجاوز ال5 جنيهات من الإذاعة. وبالفعل حققت الأغنية نجاحا كبيرا للغاية، فاق نجاح تحت الشجرة يا وهيبة، فقد عبر بها رشدي العالم العربي وأوروبا وأمريكا بعد أن كان نجاحه محليا فقط. واستمر بعد هذا مشوارنا سويا بأغنيات عرباوي وحسن يا مغنواتي، ثم قدمنا أفضل أغنيتين في مسيرتنا الطويلة
يا قمر يا اسكندراني، وانت مين يلي انا مش عارفك؟ وظل الشارع المصري والعربي يردد ما كتبته له دنيا غرورة وكذابة زي السواقي القلابة. وبعدما قدمنا مجاريح وتوالى مشوارنا بالعديد من الأغنيات الأخرى، يا ليلى مجاني الغالي وشباكك العالي وفنجان قهوة، بالإضافة لأغنيات المسلسلات الناجحة مثل السمر في الملاحات وحارة المحروسة وغيرها. ويقول عن العلاقة الشخصية والإنسانية: طيلة 40 عاما الماضية لم يمضي يوما واحدا إلا ونطمن على بعضنا البعض، ولم تتوقف زياراتنا سواء في المناسبات أو حتى بدون المناسبات. وحينما كنت أسافر للخارج دون أن أوصيه ببناتي وزوجاتي، كان يفعل الواجب وأكثر، والعكس صحيح من جانبي. وحينما مررت بوعكة صحية قبل 5 أعوام وقضيت بغرفة العناية المركزة بمستشفى قصر العين الفرنسي أياما عصيبة، استلزم الأمر سفري إلى أمريكا لإجراء جراحة في القلب، بعد أن اهتم الرئيس مبارك واتصل بي وهو منزعج بشدة، وطلب من رئيس الوزراء اتخاذ اللازم فسافرت. وخلال كل هذا لم يفارقني أبدا رشدي، وظل بجانبي ومعي طيلة الوقت يجلس على سريري. لهذا مهما فعلت معه اليوم لا أستطيع أبدا أن أرد له جميله، وتتساقط الدموع من عين شاعرنا الكبير ويواصل: فهو أهم إنسان دخل حياتي. إذا استعدنا معه مثلا يا ليلى مجاني الغالي ودق على الباب، اتبسمت أنا زي العادة وقلت: يا باب كذاب، أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي، يا مطفي لهيبي افتح دوبني الغياب. هذا النص الذي يشع من على بعد 1000 كيلومتر معلنا أنه للأبنودي لم يكن ليغنيه إلا محمد رشدي، لأنه كلام اختلط ببقايا الحطب اليابس أمام الكانون ومعطر برائحة الخبيز وهو خارج من لتوه من الفرن. لا، ورشدي نجح حينما غنى تلك الكلمات لأنه كان في أعلى مراحل الصدق الفني في حياته، وكانت بلاده أيضا في أعلى مراحل الصدق الوطني. كانت النهضة التي تعيشها مصر في 60ات القرن الماضي مشجعة لفن أصيل مثل ما قدمه محمد رشدي. كان الرجل رحمه الله عليه عنوان بلاده. تذكر معه كعب الغزال: يا متحني خليت لي إيه عشان أغني؟ وحاول التأمل في فن خاص اكتسب خصوصيته من قدرته على التعبير عما هو عام. تذكر تحت الشجر: يا وهيبة يا مكلنا برتقال، وكيف صاغها العبقري المنسي عبد العظيم عبد الحق لحنا ليفاجأ الفلاح البسيط بأغانيه التي يغنيها وهو عائد من الغيط، وقد وضعها فيه زمن الثورة على موجات الراديو الذي كان معبرا عن الناس آنذاك. لكن العرباوي مر بأيام مرة، عانى من الفشل الكلوي وعانى بلده من الفشل الحضاري، مرض وعانى وتعب، وفي عز التعب غنى، وكان ألبومه دامت لمين الذي نجح نجاحا مدويا. وحاول الرجل ونجح، لكن دواعي السن ودواعي المرض كانت أقوى، وإرادة الله جاءت أمضى ورحل عنا في ذلك المساء الحزين بعد أن صارع مرض الفشل الكلوي لأكثر من عام. وكان لرشدي أصدقاء وفي طليعتهم بليغ حمدي والأبنودي. رحل محمد رشدي في أحضان زوجته وأولاده أدهم وطارق وسناء ولسان حاله يقول: دامت لمين؟ ورحلت زوجته لتلحق به وابنه اليوم. الله يرحمه ويرحم زوجته وابنه اللي رحل اليوم. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.